نجوم العلوم للإبداع والتكنولوجيا وعلم الفلك، التي تنطلق مسيرتها تزامنا مع تاريخ هذا اليوم العريق، يوم العلم. أيها السادة والسيدات الحضور، نجدد الترحيب وخالص الشكر والامتنان للسيد أعضاء نادي الطاقات المتجددة الذي يترأسهم السيد بروفيسور جراد وممثلة عن مديرية الصناعة مددة. نرحب بكم وأهلا، شرفتمونا. كما نرحب بالسادة والحضور الحاضرين هنا، شرفتونا بحضوركم لهذه التظاهرة. كما نشكر كل من سيد رئيس الديوان الذي شرفنا بحضور المعرض، مدير شباب والرياضة، مدير الصناعة، مدير شباب ميمون الحاج. كما نرحب بالأعضاء الرابطة الثقافية المكملة، أعيان المدرسية، رابطة النشاطات الشبانية، أعضاء نادي هلال الشطرنج. وأرحب أيضا بكل ضيوفنا الكرام، كلهم باسمه وبمقامه. أعزائي الحضور الكريم، ونحن في هذا الأيام شهر رمضان الكريم، وأحياء واحتفالا بيوم العلم الذي يرمز لذكرى رحيل العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله، رائد النهضة الجزائرية. يتشرف أعضاء جمعية نجوم العلوم للإبداع والتكنولوجيا وعلم وعلم الفلك بتنظيم هذه التظاهرة تحت شعار بالعلم نحيا ونرتقي. العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. وورد في القرآن الكريم والسنة مواضيع كثيرة ما يحث على طلب العلم، فقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. إن أول ما نفتح به فعاليات هذا اليوم هو تلاوة عطرة للقرآن الكريم من تقديم السيد جغاب عبد الحليم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أنا أعطي كلمة للسيدة بوجه فريدة، الأمين العام لجمعية نجوم العلوم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يشرفنا تنظيم هذه التظاهرة اليومية مع نخبة من القادة والأساتذة والأعضاء الفاعلين، وبحضور إدارة من ولاية ومبتكر الصغار وأعضاء النوادي والأساتذة الكرام ونواب المديرية الولاية. المبتكرون الصغار هم نشء المستقبل وعلماء الجزائر الذين سيأخذون بيدنا إلى التطور والازدهار من خلال توجهاتهم إلى البرمجة والذكاء الصناعي والرياضيات وعلم الفلك.
لذا وجب علينا التكاتف والتآزر لتشجيع أطفالنا وهؤلاء النوابغ وتبنيهم واكتشاف مواهبهم ومرافقتهم، وهذا هدفنا من تأسيس هذه الجمعية. وقد بدأنا تحقيق هذه الأهداف من خلال مشاركتنا في البطولات الوطنية والعربية والدولية والعالمية وإبراز قدرات مواهب أطفالنا في المحافل وتشجيعهم للاستمرار والعمل العمل العمل. ومحاولة ونحن في صدد محاولة توفير كل المستلزمات بشراكة مع مديرية الشباب والرياضة والوزارة المعنية وأيضا مديرية التربية والضابطات المدمجة بها. والنوادي أيضا الناشطة في المجال التابعة لجامعة السيدة، ونحن في صدد إبرام اتفاقية مع مديرية الشباب يحيى الجمعي وأيضا في المستقبل مع نادي الطاقات المتجددة والنادي الإلكتروني وحالنا الأعمال إن شاء الله. كل هذا من أجل تشجيع الأطفال ومرافقتهم، إن شاء الله ما نخليش أولادنا يفشلوا ويذبذبوا كيما الزهور، إن شاء الله يبقاو هما العلماء كيما وصل عبد الحميد بن باديس العلامة الكبير اللي أصبح القدوة تاعهم، والبروفيسور بلقاسم حبة والكثير الكثير من العلماء اللي راهم هنا واللي راهم قدوة بالنسبة لأطفالنا، إن شاء الله يكونوا هما الأطفال يكونوا في المنصب هذا اللي راهم يحوسوا ليه، ولا في الشيء اللي راهم حابين يوصلوا ليه، كاين اللي راه حاب يولي مبتكر، كاين اللي راه حاب يولي عالم، كاين اللي حاب يتخصص في الرياضيات، كاين اللي حاب علم الفلك، كاين اللي حاب في الطب، كل هذا يتم بالمرافقة والدعم، لأنهم في الحقيقة يبقوا أطفال. هذا هو الواجب تاعنا احنا كجمعية وأعضاء، إن شاء الله نديروا اليد في اليد وما نخليوش هذا الأولاد، نتبعوا معهم حتى على الأقل يصلوا اليونيفرسيتي، يديروا التوجه تاعهم ويحققوا الطموح تاعهم. والآن الكلمة نلقيها للبروفيسور جراد باش يحفز هذا الأولاد إن شاء الله، مدير نادي الطاقات المتجددة، إن شاء الله يكون مصدر إلهام لهم وهو أيضا راهم القدوة تاعهم إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الكلمه تاعي راح تكون مختصره ومباشره. احنا اليوم رانا نشوفوا في الاولاد هذو تاعنا نقيسوهم بمعيار الزمن، 5 سنوات، 10 سنوات، 12 سنه، ولكن هذا التقييم خاطئ على ما اعتقد. يعني الحقيقه انه الانسان يقاس بمعيارين حديثين، هو الفاعلية. الفاعلية ماهيش عبارة عن ماذا تكتسب من شهادة ولا من دبلوم. في الدول المتقدمة الإنسان يقاس بما قدم إلى المجتمع تاعه. الدول المتقدمة إنسان كي يتقدم إلى منصب واش يعطوه لهم، يقولوا له واش عندك دبلوم. هذه لازم نفهموها ونفهموها لأولادنا. ما هوش شحال عندك ديبلوم، الناس كامل عندها ديبلوم، أي إنسان يحب يتحصل على ديبلوم يتحصل، ولكن هل الناس اللي عندها ديبلومات ماهيش كامل تقدر تحل مشاكل المجتمع، سواء كانت اقتصادية ولا اجتماعية، هذا هو الفرق، أهم فرق. لذلك ما هو المطلوب منا أولا كأب؟ لأنني أول من ألتقي بهذه البذرة. اثنين، كمعلم في المدرسة، في المناهج التربوية التعليمية. ثلاثة، في الجامعة تحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هذه واو وعطف، هذه تجور نقولوا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكأننا نعطف كلمة على كلمة ونتغاضى عن البحث العلمي. أنا نخاطب الإنسان في الطفل. هذا الطفل صح فيه 10 سنوات، ولكن فيه إنسان ثم، لازم تخاطبوا هذاك الإنسان اللي راه في الطفل. كاين مشاكل بزاف حلوها الأطفال وعجز عنها الأساتذة. صحيح، أنا أولا كأب أول فكرة نخاطب الآباء أنهم يخلوا حرية الأولاد يتعامل مع الولد وكأنه إنسان كبير في البيت،
ويكتشف الموهبة مبكرا. وعندما أكتشف الموهبة مبكرا فأنني أجد النتيجة مبكرا، والنتيجة المبكرة هو دواء شافي مبكرا. اثنين، المعلم. المعلم عندما يستشف موهبة في طفل معين عنده في القسم يجب أن يبلغ الجميع، الأم، الأب، السلطات المعنية، النوادي الفكرية، يحاول أن يهيكله. إحنا ما نسمع كلام الهيكلة الأكاديمية، ولكن خاطبوا عقول الشباب في أجسادهم، ما تخاطبوش أجسادهم. ثالثا، كما أشار لي واحد الزميل في البهو، علاقة الربط ما بين الجامعة أو المؤسسة والفائدة المجتمعية تكنو إيكونومي. حاولوا نحلوا القنوات ما بين المؤسسة مهما كانت، تربوية ولا جامعية، اقتصادية ولا اجتماعية. اختارش الإنسان هذا يكون مبتكر. أنا عندي عينات نعرفهم، هلال ومعتصم وكذا. الابتكار عندما يكون حبيس التجارب وحبيس الشهادات وحبيس اللقاءات تاعنا ما عندوش فائده. دائما نوضح الامر هذا. الابتكار عندما يكون حبيس تجربه ولا حبيس مخطط ما عندوش فائده. عندما يكون صغيرا وينجز ونفيد فيه في اقاليم المجتمع احسن من يكون كبيرا وغير منجز ولا يستفيد من حتى واحد. لذلك انصح اولا نفسي والقائمين على المدارس الفكريه، يعني راهم يبذلوا في المجهود يعني الجبار. من المفروض يعني نشوف النهار راه مقلوب، يعني السلطات يعني تدعم هذه العمليات مهما كانت، يعني مهيكله في مدارس ولا في انجازات. نحاول نحلوا القنوات، قنوات الحوار ما بين المؤسسه، ما بين البيت، ما بين الولي، ما بين الام، ما بين الاب، وبين الناس هذه اللي راح تتبنى الاقتراح هذو. واسمحوا لي وقيلا طولت عليكم شويه، انا عندي يحوس في قلبي كثير، يعني حاب نقولوا ارى ان المكان غير يعني والزمان غير مناسب. ان شاء الله نحلوا حوارات وموائد مستديره باش نتبادلوا الافكار هذه، باش نحاولوا نجسدوا الماده الخام موجوده. نعاودها، الماده الخام موجوده في الجزائر مش موجوده في الاولاد الجزائريين، مش موجوده في قارات كامله. انا نقول هذا الشيء على الاقل احصائيات على غير الكميه. في مدينه المسيله الماده الخام في الاولاد ما نلقاهاش في ولايات ولا في فيدراليات في دول متقدمه. هذه معلومه. هما يستثمروا في الماده البسيطه يقلبوها انجاز. وحنا عندنا ماده خام ماتير انجليز كبيره، مع الاخر تلقاها يحصل ما يجيبش بكالوريا للاسف. نحاولوا يعني نحاولوا اول حاجه نحاولوا نحلوا القنوات، نديروا مثلث ما بين الطالب اللي هو العقل والمؤسسه التربويه والمؤسسه الجامعيه ولا المؤسسه الاقتصاديه اللي راح ينفذ فيها المشروع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. تفضل يا استاذ. شكرا جزيلا الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. بسادة الحضور كل باسمه ومقامه، السيدة مديرة مركز المنقسم للإبداع والتطوير الإبداع، وبالتنسيق مع جمعية نجوم العلوم الإبداع والتكنولوجيا وعلم الفلك. كذلك نشكركم على هذه الدعوة التي شرفناكم بحضورها. وأنتم تعلمون أن مديرية الصناعة دائما مفتوحة أبوابها للتقديم النصح والتوجيه والإرشادات في مجال الابتكار خصوصا في براعات الاختراع. كذلك اليوم نحن جد سعداء ومتفائلين بحضورنا ورؤيتنا لهذه النماذج المعروضة. وكما نقول نحن جيل قديم رفعنا المشعل، من جد وجد ومن زرع حصد. الآن كان صورة مجسدة في هذه النماذج، الله ما شاء الله يعني استبق الحدث، يعني الزمن كان متسارع. نحن دائما نقول أن الأمل دائما يبقى موجود، الأمل دائما يبقى موجود، خصوصا أنه هذو الأطفال المبدعين يعني كانوا عندهم
كانت لهم رؤية ومستقبلية على المستوى المحلي والوطني وحتى العالمي، خصوصا في النجاحات المحققة في الآونة الأخيرة. في الأخير يعني أتمنى إحنا لهذا اليوم النجاح والتوفيق. أبواب مديرية الصناعة والمناجم مفتوحة لاستقبال جميع الفئات، يعني الأطفال أو المبتكرين أو الشباب أو جميع الفئات، لتقديم النصح يعني والتوجيهات حسب التعليمات والقوانين المصرح بها، يحدد ساعة انتظار القوانين التي ستصدر لاحقا. في الأخير يعني تحية الجزائر والمجدور كل الشهداء والأطفال. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدات والسادة القادمين معنا بكل باسمه ومقامه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية اسمحوا لي جميعا أن نرحب بالدكتور نجاهن عبد المسيل على حضوره لهذه الندوة والمعارض المقدمة من طرف جمعية الإبداع للعلوم والتكنولوجيا وعلم الفلك. يسرنا أن نكون حاضرين بينكم في هذه الندوة المقدمة من طرف هذه الجمعية، والتي هي حديثة النشأة مع البداية نتاعها إن شاء الله. نتمنى لها التوفيق والسداد. قطاع الشباب والرياضة هو دائما شريك فعال للجمعيات الشبانية والثقافية والاجتماعية، شريك القطاع لأنه دائما يقدم خدمة لجميع الجمعيات في مجال الدعم باتفاقيات مع شراكة. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في هذه الندوة. كذلك بالنسبة لهذه الجمعية فتحنا لها يعني اتفاقية في دار الشباب يحيى الجمعي، نتمنى إن شاء الله أن نزيد دعمها ببعض التجهيزات حتى يتسنى لأطفالنا المبدعين والمبتكرين المبتكرين الاختراع والإبداع في هذا المجال، والمشاركة في جميع المسابقات الوطنية والدولية وتمثيل ولاية تمثيل أحسن تمثيل. شكرا للجميع وشكرا للحضور، وبارك الله فيكم على هذه الندوة. أشكر زيارة جميع الحضور وجمعية المعتصم على هذه الدعوة، وبهذا الخصوص يعني اليوم هو يوم كبير بالنسبة للمخترعين الصغار، ونحوس أن نقول كلمات صغار للولاد صغار طاقش هذا الحال اليوم نتاعهم إن شاء الله. حبيت نقول للولاد الصغار اليوم راكم صغار اليوم وكبار الغد، ثم لكم راح تبدو المشعل تاع تطور البلاد والسير نحو الامام. يعني الله يبارك يشوف انا الاولاد صغار في العمر هذا يديروا انجازات كيما هذا، نتامل فيهم خير كبير في المستقبل. ثاني كيما عاودوا كيما وفروا لهم الجو هذا كيما جمعيه هذه، يعني حاجه مشرفه جدا. نقدم نصيحتي انه الاولاد هذو يستثمروا في الإمكانية ترى توفر عليهم قش وقت ثالث ما كانش كان متوفر. ونشكر ثاني الجميع على اليوم. شكرا. الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وعلى أزواج وأصحاب المقتدم سنة إلينا. أيها الأحبة، سلام الله عليكم. طبعا نحن نتحدث اليوم في يوم جليل، يوم العلم. هذا اليوم الذي رب العزة دائما أول آية نزلت على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هي اقرأ. وقبل ما يكون هذا الوحي كان شيء آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بالسادق الأمين. نذكر ركز على الطفل. لماذا الطفل؟ ما قالت الأستاذة، لأن الطفل لما يتبرمج بطريقة إيجابية تخافش على المستقبل. نعطيكم فقط مثال بسيط فقط، يعني إحنا نديرو دائما حوار فكر الفكر، مش فقط مجرد آراء فقط. كان هناك السبق القرآني والسبق النبوي،
النبي عليه الصلاة والسلام قال يولد البطل أو الطفل على الفتح فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا عجيب يعني باعتراف علماء العالم احنا كنا بنبنو انسان تبني حضاره. الحضاره شنو هي؟ الغرب عنده مدنيه، احنا اساس الحضاره. علم بلا اخلاق كجسد بلا روح، هذه معتقد هذا النبي عليه الصلاه والسلام قبل اللقب الثالث امين. ثم قال الله له اقرا، والعلم والعلم ايها الاحبه في القران الكريم نجد ان كلمه يعلمون ذكرت في القران الكريم اكثر من 89 مره. الله سبحانه وتعالى كذلك ماذا يقول؟ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. إلا وش الفرق بين النوم وبين الغرب؟ مش قاعدة التقنيات ولا ثروات كما قال الأستاذ الإجراح، قضية الإنسان في تعامله مع الحياة. اليابان خرجت من الحرب العالمية الثانية صفر، عندها ولا شيء، يعني هي مجموعة من علاقة خبيثة، جزر، زلازل، براكين، علاش فرق تبني الإنسان، مثال تبني الإنسان تبني الحضارة، وإحنا فقط في تعاملنا فقط مع الحياة، فدائما هذا نشوفه دائما واحدة المعقولة مشهورة في المجتمع تاعنا، للأسف الشديد، اللي قراوا قراوا بكري، واللي قراوا جداد، شو اللي فاهم ولا الآخر، طبعا برمجة سلبية، فطبعا كي يشوف كيف واش كيما هكذا، طبعا يقول لك ولا هذا المقال، تبرمج، فأبواه يهودان أو ينصرانه أو يمجسانه، أو صدق. سبق هذا نفرض هذا مش نبي، نفرض هذه الحكمة، أليس بالأجدر هذه الحكمة ندو منها عبرة؟ أطفالنا تربى تربية صالحة من ضمنها سلوك القدوة العلم مني من خلال القدوة، مش أنا مثلا ما نصليش ونقول لبني كله صالح، مثلا أنا كثير ونقول لبني ما كثيرش، تعرف الشيء اللي يعطيه سبحان الله من خلال القدوة ومن خلال كذلك الممارسة والنصح إرشاد توجيه ونصح هذه الكثرة يلاحظ مش اللي ماشي يلاحظ يلاحظ ويشوف كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الأطفال، قمة اللطف قمة العطف سبحان الله. هذا النبي الذي الله تعالى بعثه رحمة لهذا العالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. ندعو فقط في تعامل حتى مع الحيوانات. أنا نحكيكم يعني حكاية يعني ضحك يعني مضحوكة يعني ما يسبب يغير الريتم اللي نسميه المحاضرات الكلاسيكية يعني. مرات عندي ولادي ولاد خالتي عندنا في الجنينة عندنا في الدار شفنا عصفور مات حتى نتروح كيك وشوف العصفور مات كل اللي نقوش صندوق هذا هو مريح جلسة شيبوا كل واجتمعوا صندوق هذا اسم درولو قبر حفروا بحفرة نرتموا وبعد نقوم شوفوا وتنصبوا في ساعة جلسة كل اللي عموا ما حصل كنت شوف وصفتوا وبدأوا يقولوا يا ربي ارحم هذا العصفور يا ربي ارحم هذا العصفور. في وصلتهم الميساج وصلتهم بلي انه هذا الحيوان لازم ترحمه، هذا الحيوان جزء من هذا الكون، ارحم في الارض يرحمكم في السماء. لازم الانسان يكون كما قال الاستاذ الاشرار عمليه تفاعليه، لازم نتفاعل مع الحياه، ما نكونش سلبيين. تخطي راسي، ما على باليش انا خاطي، هذا مو مش حب، لأنه كلنا معنيون بطريقة أو بأخرى، حبينا وكرهنا.
الإنسان يتفاعل مع الحياة بذكاء فقط. كاين مواقف الإنسان تروحو الشك، أحيانا يروحو مسلم، وأحيانا يروحو نوعا ما. كل موقف وكيف الإنسان يتعامل معه بذكاء فقط. وأكد ما كثر شيء كلش ولا بل كلش. وأحيانا والله يعني ثلاث ساعات كنت حتى مع أولادي يقول لي يا بابا أنا قلت هذه الحاجة. يقول سبحان الله يعني هو ابني وهنا روحية ما تقابل أي شيء لازم الإنسان يكون عنده ضمير. ضمير إن الضمير تاعك راك إنسان ماكش راك مجرد حيوان. حنا الحمد لله رانا مسلمين عندنا حضارات عندنا قيم عندنا أخلاق. كما قلت المثل الملكي ذو الناس يقص ذو الضعف القيم والمبادئ هي الحياة. هذا حدث في الغابة في الغابة كاين قيم وكاين أخلاق تمشاو عليها سبحان الله. فما بالك بالإنسان راك أنت صفة تبني الحضارة دائما بغي نقولوا أنت أعظم مخلوق على وجه الكون. فرجع الثقة بنفسه خليه دائما واثق من نفسه اللي عنده تاريخ عنده حضارة. فكروا بشيخ العلامة عبد الحميد بن زكيز، فكروا بالمفكر العالمي مالك بن نبي، فكروا بالعلماء الجزائريين بالأمير عبد القادر وكذا. فكروا خليه دائما عنده جذور عنده تاريخ. راك على قول ما عندناش تاريخ كيف ما عندنا مستقبل سبحان الله. الانسان دائما ينظر بعقلانية وهذا العقل ربي تعالى منبه شكله. الله تعالى وش قال؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه خلقنا عذاب الله. قبل كان مدة كنت نقول أسرع شيء في الوجود هو الضوء. نحن كمعلومات عندنا ماناش فيزيائيين بصح ولو ندوا من البحر قط مؤخرا مش توصلوا أن سرعة الفكر أسرع من الضوء ثلاث مرات يعني دوحة مش أمر عادي. رب العزة يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. معناتها الإنسان هذا معجزة معجزة حقيقية. إحنا بدأنا من شهر الخامس يعني ممكن من 0.1 بالمليار معناتها أمر مو سهل سبحان الله. الفرق بين هنا فقط الفكر ممكن إحنا عند الثروات والقدرات العلمية اللي فيها سيدي ربي سبحانه بس الشيء الفرق بيننا وبينهم هو في الفكر. وما تجيهم فكرة بسيطة طبروها كما قال الأستاذ أن الخامات مش خام أن الثروات بجانب البشري بجانب التقني بجانب الثروات الباطنية يعني الله يبارك خيرات عظيمة جدا مثل المياه الجوفية تقريبا ممكن 50 سنة أو 50,000 سنة ممكن المياه هذه يستفادوا منها حتى البترول على الغاز حوايج بزاف على نفسه بس اهم حاجه واعظم حاجه هو الانسان. لما تبني الانسان سوف تبني حضاره وكي تبني حضاره سوف تستطيع انك تطلب وجودك في هذا العالم لعالم لا يرحم الضغط. ورب ان شاء الله توفق الجميع ان شاء الله ان شاء الله تكونوا قدوه لنفوسنا قدوة لأولادنا. ودائما الإنسان يحاول ينشر الخير ويكون إيجابي في التعامل مع الحياة كما قال يعني أحد الأساتذة مرة التقيت فيه في الملتقى قال لي كلمة قد تجد في النهر لم تجد في البحر. إيه ممكن تقول صغير ولا طيب إيه؟ لأن كلمة التواضع شو معناتها؟ إحنا نفهم التواضع نقيم أخلاق هذه فقط في الجانب نقول لا هذا الدين ما جاش في الجانب. الدين تاعنا هو عباره عن حياه. الانسان المتواضع يقدر الانسان يكون انسان ناجح في حياته يستفاد من الصغيره والكبيره. مره مرات مالك لله وكاين هناك احد المؤسسية الفكر الى مالك ويحكي لنفسه قالت مره مرات كانت عندي واحد اشكاليه قالت جاوني جماعه من المغرب من فلسطين وكل بقاع الدنيا اسالوه فتوى. قالت مره طرح لي سؤال سيد قالت انا قلت شويه قالت كيف اليوم انا نفكر قالوا لقد طلقت زوجتي قلت لها لن ترجع الى تدخلي مثل القناه
كاين حياة سبحان الله. كاين لك ولد من شي حد قال لك في أحد الأحياء في المدينة مرة قال لك واحد الصبي تاع الله عالسلامات عالسلامات قال لك سقتي فيه قال له يا إمام علاه راك تحيا قال لها قال له والله راه عندي مشكلة وما كانش قالوا بالتفصيل هكذا قالوا الله كان يقول الانسان ربي كان خلقه في احسن تقويمه قال سبحان الله قلت لك ما كانش نقولش بوقت حقلاق معناتها قد تجد الحل في الانسان بسيط معناتها كلمه التواضع ما جاش في العباد لانه قد علمت شيء غلط عنك الشيء والله تعالى يقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا والعلم دائما خليك شخص متواضع شخص فعال شخص ايجابي مش شخص انا اللي فهم غيري ما يفهمش انا اللي عارفه وغيري ما يعرفش هذا مش اسلوب حتى في الحضاره زدت كامل هذا يكمل هذا وهذا محتاج هذا كما مره هذه صارت لي بعض يعني هذا خلق نبي اسمه التواضع احنا لازم كما كنت ذاك الاستاذ كريم تفاعليه أخلاق لازم نطبقها في أرض الواقع. مرة مرات صارت في شركة يابانية. هذه الشركة اليابانية صارت مشكلة. إنه جهات الخير عندها بس كيف فكرت في هذا المجال؟ نلقى الحل لهذه الشركة واحد فلس. إذا كيف الحل؟ كان في الأساس طبعاً هو رب الشركة عيط للناس ما غاش بدايه ولا بدايه وانت ما درتها من جوكا كل واحد بده فكره كل واحد ما عاد بده هذا فكره هذا فكره لان نلقاو حل لهذه المشكله تروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منذ 15 قرن قصه الخندق فجت خندق هو وانك لعلى خلق عظيم دوكا علم الاخلاق وعلم يدرس اكبر جهات في العالم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كيف لقب السادات الامير علم بلا اخلاق جسد بلا روح بلا روح لا نركه هذا من هذا القسم الثاني هو محتاج تعوقي من هذا. المهم قال له كيف هذا القسم؟ قال له شوف احنا عندنا مشكل. احنا كل واحد يبدل فكره باش نلقاو الحل للمشكله هذه. لازم نجيبوا اجهزه من المانيا. قال له واحد نجيبوا حاجه جديده من فرنسا واحد منا كل واحد. واحد قال له شوف فكره قال له شوف نجيبوا واحد الجهاز يخرج كنا نقولوا الهواء قوي بزاف ينفخ قالوا باه نجيبوا جهاز تاع اللي تشوف الصور دقه ما نقدروش نشوفها لازمها قالوا والله طبقها طبقها كما صح فكره زينه الى هذا الاساس اللي كان اساس ولا جعله مستشار هذا رب الشركه يعني هي فكره بسيطه كما سال مره اينشتاين سالوه في قناه سي ان ان الامريكيه قالوا ما هي العبقرية؟ كل بسيط. الإنسان يقدر يكون بسيط في أفكاره. كل هذا من عقل في الأمور، أمور بسيطة جدا. واحد زي ما يقول لك ما يسويش 10. لأنه لما تتعامل مع كذا كما كنت أستاذ عملوا بالرقة في نفس الوقت المسؤولية. أنت أعظم مخلوق على جهته. هو يحتسب نفسه. ومن بعد تقول له شوف الله تعالى راه يشوف فينا واللي عنده حاجه اسمه الوازع الديني هم بالك دائما نربطه بالحب انا اقول لك المثل في الامريكي ذا لوف از ذا لايف حب هو الحياه انت تقطه دائما قديش تحب لي يقول لك نحبك مثلا قد ما وبالك كل ما يدير انجاز حبي تعطي ما انا يقول لي تعلق الانسان كيتعلق بالشيء تحبه يحبه بزاف تخاف على المستقبل تاعك صدقوني يعني هذه تجربتي الخاصه مع الحياه وطبعا نحن نتعلم من الحياه الكثير الكثير لانه كان هناك امور تستفد من الحياه بدون ان تروح الجانب يعني ماهيش قليل شهادات شهادات مش مقياس البرت اينشتاين عنده بكالوريا تبع قطره وقال له تقابل الانسان على وجه الارض توماس اديسون شيخ العالم عبد الحميد المديس سنه سادسه ابتدائي وهذا ما جرى كثير من العلماء شهادات مش مقياس التفاعل مع الحياة والموت كيف تتعافنا قبل نعطي حل نقول واي هل ألقاني حل المشكلة وحاول نناقش معاه نتعاون معاه يعني عنده فكرة ما كنتش أتوقعها خلاص
وبما في أيام صدقني الطفل لما يحب والديه صدقني يعني تجربتي خاصة مع الحياة والله صدق والله حتى يكون وراءك وبين عليك والله العظيم غير تخافش على المستقبل تاعك بنيت أساس تاع الصح ورب العزة سمى نفسه بالودود والودود هذا بأعلى علامات أعطى أعظم في هذا الوجود أعطى حب والود كما قال رب العزة في صوت مليك إن الذي آمن على الصالحات سيجعل الرحمن ودا فإنما يستناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا صدق الله العظيم يعني معناها الطفل لما تربيه على حاجة اسمها الحب صدقون والله ما تخفى المستقبل وإن شاء الله ربي يوفق الجميع إن شاء الله وشكرا كثير على الأستاذة فدامي بوبي الجمهور الكريم أساتذة إخوة ولكم كل مني كل محبة كل احترام كل تقدير ورب يوفق الجميع إن شاء الله معكم الدكتور خليل خريج جامعة نسيئة تخصص الدور في الفيزياء التطبيقية. أول حاجة نشكر ربي سبحانه أنه جمعنا في هذا النهار هو عيد يوم العيد. اجتمعنا اليوم مع مبتكرين من الجمعية الولائية ومن جمعية بلد من مكتب البلدية تاع بلدية الدراج. نطرحوا الطموح تاعنا أننا نطور المشاريع تاعنا ونستثمر أكثر في الطاقات تاع المذهبي. وفي نفس الوقت أنا نطلب نصيحة من الأولاد تاعنا أننا نستثمر في الطاقات كما مثلا كما الأستاذ جاردا كما نادي العلم الإلكتروني كما نادي الطاقات المتجددة. نطلب منهم أنهم يستثمروا فيه مثل ما يقدروا. لخاطر الشباب بهذا الاستثمار راح يكون نتمنى أنه في قادم الأيام أن نديروا شراكات باش نديروا دورات تكوينيه. كل ما نديروا دورات تكوينيه قد ما الطفل العقل راح يزيد وراح يكتسب مهارات ويكتسب ثقافه جديده وعلم جديد. وفي الاخير نشكر الجمعيه الولائيه وكل الاعضاء نتاعها وجمعيه المكتب البلدي ايضا كل اعضائه. حاليا جمعيه المكتب البلدي تاع بلديه الدراج فتحنا قسمين قسم المبتكر الصغير وقسم علم الفلك. نطرحوا اكثر ان نفتحوا اقسام اخرى مثلا كما الصعوبه الذكاء الاصطناعي لغه البايثون تعلم البرمجه. نتمنى ان الاولاد يدخلوا في هذه الاقسام ويطوروا انفسهم لانهم هما رجال الغد هم اللي راح يبنيوا هذا المجتمع لان المجتمع حاليا راح تخلى على المبادئ نتاعو. احنا كدورنا كطبقه علميه ما نقولش انا طبقه علميه كبيره بزاف اننا نوجهوا اولادنا ونرجعوا للطريق المستقيم ونحاولوا اننا أننا نحتويهم لأنه حاليا الشارع ما يخرج لازم نعمره الوقت الطفل قد ما نقدره. وفي الأخير نشكر الجميع الحضور والسلام عليكم صحة الخير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر كل من لبى دعوتنا من قريب أو بعيد. بادئ معكم أستاذ يحيى محمود خريج جامعة نسيئة فيزياء نظرية سنة 2017. علم الفلك هو باختصار هو العلم الذي يدرس ما خارج السماء او يدرس الظواهر الفلكيه المحيطه بنا. وجدنا ان بعض التلاميذ او بعض الاطفال لهم شغف بهذا العلم فاردنا انشاء هذا النادي. هذا النادي في البدايه الان يقتصر على الدراسه النظريه، الدراسه النظريه اولا كما قلنا لكم الاستاذ دراسه نظريه نعرفوا بعلم الفلك، نعرفوا بالمجموعه الشمسيه، نعرفوا ما هي الوحدات المستعمله في علم الفلك، ما الفائدة؟ ما الفائدة من دراسة علم الفلك؟ على سبيل المثال احنا المسلمين وين ديما نرجعوا لعلم الفلك؟ شكون يعطي لك إجابة؟ علم الفلك وين نرجعوا ليه؟ شكون يعطي لك إجابة؟ دائما احنا عندنا مشكل في شهر رمضان، هذا هو دائما الاختصار تاعنا في علم الفلك هو المسلمين دائما في رصد وتحري رمضان، دراسة أو تحري رمضان كيف تتم؟ عندنا ثقل إما بالعين المتردد أو بالتلسكوب أو بالتلسكوبات المتطورة. حنايا في بداية المشوار تاعنا مع الأولاد إن شاء الله نحاول نوفر الوسائل والتي ستكون إن شاء الله مطلوبة من السلطات المحلية أن تعاون وتدعمنا، ومن بعد إن شاء الله ندير اتفاقيات مع النوادي إن شاء الله. أي فكرة عالتنمية في نادي علم الفلك إن شاء الله نجسدوها في أرض الميدان. ونشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، شكرا لكم وبارك الله فيكم.
نشكركم بزاف على النشاط اللي كنتم به هنا لدار الشباب والشيخ والحاج. دائما المؤسسات الشبابيه بخدمه الجمعيات هي تعتبر فريق القطاع. اليوم احنا ندير اتفاقيه بين الاكاديميه او جمعيه النجوم الابداع ودار الشباب يحيى الجمعي دائما في اطار نشاط تدعيم النشاطات الشبابيه اللي هي شريك القطاع. احنا كمؤسسه شبابيه دائما نسعى باش نكون الى جنب اطفالنا الى جنب شبابنا حتى يتمكنوا باش يتعبروا عن افكارهم في كل المجالات سواء كانت علميه او ثقافيه وهالمجال. الان بعد نسميو الاتفاقيات بعد جينا مدير دار الشباب الشهيد محمد علي فضل معنا. بالنسبة لهذه الاتفاقية راح تكون اليوم على شكل برك لأنه بعد راح تكون فيها شوية تغييرات من ناحية المواد وذلك، والعملية إن شاء الله راح تكون مؤسسة هي دار الشباب يحيى الجمعي. الآن نيابة عن رئيس الجمعية أو عضو الجمعية نعطي الكلمة للسيد مدير دار الشباب المو الحاج لاختتام قبل الأشخاص تاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف الميكروفون ما يمشيش؟ ماهوش يمشي. الصوت. أهلا وسهلا بكم. أولا أهلا وسهلا بالشطار الصغار. ثم بالكبار الذين يعلموا الصغار. بينهم الأساتذة الأفاضل والدكاترة. مرحبا بكم في مؤسستكم، مؤسستكم الشبانية التي أنشئت من أجلكم. من أجل الإبداع. هو المؤسسة الشبانية هي نشاط، هي التي توفر نشاط المكمل للأعمال المدرسية. إذا نحن في خدمة الطفولة، أولا الشباب، ثانيا لأن الطفل سيصبح شاب. كل المبدعين وكل الشباب الغير مبدعين سيصبحون مبدعين. أهلا وسهلا بكم في مؤسستكم الشبانية دور الشباب على مستوى ولاية مسيرة وعلى مستوى الوطني، ولماذا؟ لأن نفس الأهداف التي أنشئنا أو أنشئت المؤسسات من أجلها. نشكر الجمعية جمعية نجوم العلوم الإبداع والتكنولوجيا وعلم الفلك التي أبهرتنا اليوم بالمعرض العلمي المتميز في هذا الشهر الفضيل، شهر الصيام، حيث التقينا مع براءة، براءة جد رائعة جدا، براءة براعة، هكذا نقولوها، نقدر نقولوها، وي كان، تلك الكلمة الإنجليزية بزاف، إذا يعني أبهرونا والله أبهرونا، نتمنى له التوفيق ونتمنى المرافقة، كل ما لديه. عناد مساعد مساعدة للأطفال من ناحية تطوير فكرهم لا يبخل، لأن الأطفال هذو هما عماد مستقبل البلاد، حبينا ولا كرهنا. الجيل اللي راح يروح دوكا حنا رانا مسامينها ونرقدوا هكذا مسامينها ونرقدوا. مالا ليكم حنا اللي نعاونوا هاد الشباب هذو باش يطوروا من البلاد هذه إن شاء الله. شكرا سيد مدير دار الشباب يحيى الجمهوري الذي ما فدا الا ان يمضي الاتفاقيه جد رائعه مع الجمعيه، جد رائعه حديث النشاه التي ابهرتنا اليوم. الشكر موصول الى الاستاذه رئيس الجمعيه، نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لمسار الجمعيه وللاطفال كذلك. ومرحبا بكم في مؤسستكم الشبانيه على مستوى الوطن. بارك الله فيك.
روح روح.